شو هاي كمان فوق القانون؟ ليشك مبتسم وعم ترقص؟ لأنك عم تخالف القانون وصار عليك مخالفة. أنا عم بخالف القانون؟ إيه، اليوم طلع قرار جديد. شو هالقرار؟ لازم نبقى مبتسمين وعم نرقص طول الوقت. عن جد؟ إيه عن جد. وليش طلع هالقرار ابني؟ تفائل بالخير نجده. وأنا كتير متفائل كتير. وأنا كمان. شوفوا هالقرارات، شوفوا. ما قال لي وقلت له تردم، وجاني ورحت له تردم. أبي انت بتحب امي؟ لك شو بحبها؟ لك بتمني احطها وادوش عليها هيك هيك ادوش عليها. على شو بدك تدوس يا روح امك؟ امي ابي قصده انه يصير اول رجال سوري يدوس على القمر. ايوه هيك تمام. ميرسي ابني، خلصتني من امك. ما بيعمل شي ببلاش ابي، اكيد بده مصاري. ايدك على 100 ليرة، ومثل ما قالت اختي ما في شي ببلاش. يلا هاتت. قلت لك لعنة. شو هالجيل؟ اليوم جبت لكم احلى لعبة بالعالم، لعبة القفز بالموتورات. انا كل يوم بلعبها. رابط تحت بالوصف اول تعليق، كلكم انزلوا حملوها. كيف بدي اقول لابي اني رسبت في المدرسه؟ اجتني فكره. علمني حبك ان احزن وانا محتاج. ابي ابني. ابي روميو وحبيب. انا ابي انت قضيت على مستقبلي كله. انا ايه انستي ما بنام الليل كرمالك. كرمالي انا؟ ايه، ورسبتني بصفي قال لاني من ريحه الحبايب. رسبت يا دب؟ لا، كل علاماتي تامه، بس انستي رسبتني بصفي لحتى تتقرب منك لان بتموت فيه. ايه قالت لك؟ والله انا شو اقول للناس؟ رسبت بصفي كرمال غلاميات ابي. ابني طول بالك، هي سنه وبتعدي. ماشي هالمره رح اعديها، بس كرمالك ما رح اقول لامي. الله يرضى عليك يا ابني يا امير. نعم لخطات محبوب النساء ومالي خبر. والله مالك يا صاحبي احكيلي، شبني بحالي يا جميلي. ولك كثير غنية حجيني يا بني يا حبيبي. شوفي اسلك قدي صوتك. ليه شوفي؟ لانه ممكن اكون مراقب. مراقب؟ ليش؟ لأنه عم بشتغل بالمتخدرات. شو يعني متخدرات؟ ما بعرف، هيك سمعتها بالفيلم. فيلم شو؟ اسم الفيلم ليلة القفز على تاجر المتخدرات. لك يقطع عمرك، شو بتجيب لي بلاوي؟ أبي ليش عصبت علي؟ أبي أنت مو أبي. ولك قومي لعنة. لعنة متخدرات. أبي أجهز لك الأكل؟ لا لا بنتي لسه ما جعت، أجي لها بعدين. تك 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 تك. أبي أمر. أبي فوق الزحليطة. أبي أستاذي قال بده إياك تروح لعنده بكرة. أكيد لأنك ما بتكتب الوظائف. لا خلاصي أنتي لا تتدخلي. هلا حلو عن أختك، قولي أستاذك شو بده مني؟ قال بده يبهدل اللي خلفك لأني ما بدرسني منيح. والله انا عرفت من الاول. خلصي انت وليك استاذك هيك قال؟ هيك قال، روح اساله. اذا كارو فيه ما بيتدرسك ابدا. لا بيتركني ادرس، بدي اطلع دكتور. جكارو استاذك ما في. يعني ما اكتب وظايف اليوم؟ لا لا تكتبه، لا اشوف انا ولا استاذك. لا عمل شو هالعيلين. الله وجعتي لي راسي. كفى رأس يعني كفى. والله سهل التركي.
سهل راس كفا كفا سهل. السلام عليك يا أبي. يا أخي يعني مفكر إذا حضقن ما رح أعرفه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم. أنا من جمعية خيرية وجئت حتى أخذ التبرعات. جمعية خيرية بدك مني تبرعات ما هيك؟ أجل حتى تدخل الجنة بسرعة. بسرعة؟ فوت فوت أحسن ما أطلبك كف أسويك شيخين بدل شيخ واحد. لا أبي أنا مو ابنك، أنا رجال غريب من جمعية خيرية. وهيك؟ أبي أنت مو أبي. لكن أنا نعمة شو هالجيل؟ الخسالة رايقة والناس الحلوة سايقة. أبي 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 شوفي أبي فوق النخلة. وليش هيك راقد وملهوف؟ لأنه أحلامي صارت تتحقق أبي. عن جد؟ إيه والله عن جد. وشو هو حلمك اللي تحقق؟ نجحت بالمدرسة؟ لا. ربحت باليانصيب؟ كمان لا. حدا غني من عيلتنا مات وكتب لك أملاكه باسمك؟ لا لا أبي. إلك شو هو حلمك اللي تحقق يا دب؟ شفت بمنامي أنا عم بشرب مي وفقت وشفت مي، يعني تحقق حلمي أبي؟ لكن لعن لعنة شو هالجيل؟ أحبابي جبت لكم لعبة الدودة القديمة وبشكل جديد تقدروا تحطوا فيها علم بلدكم. رابط اللعبة موجود بأول تعليق مثبت، انزلوا كلياتكم وحملوها. باي. يا رب رزقني كل يوم مليون ليرة من حيث لا أدري ولا أحتسب، جكارة بالمغرضين والحساد. إيه والله يا رب. تخيل اسمك أبي 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 أبي. فشوفي شوفي أبي فوق الشجرة. أبي صايمان مصيبة مصيبة. يا لطيف شو صار معك؟ صايرة مصيبة العين حسودي. كيف يعني؟ يعني مثلا شوف هاي الكاسة. شايفة؟ شو حلوة هاي الكاسة. يا لطيف يا لطيف كيف؟ كمان شوف الشاشة. شايفة؟ شو حلوة هالشاشة. يا مغيث شفت أبي؟ ايدك على 2000 ليرة. وليش 2000 ليرة؟ لك بدي اروح عند الشيخ اعمل رقية شرعية مشان ما اصيب بالعين. ما معي مصاري. ما معي ابي بدك اقول عيونك حلوين؟ لا لا خد ما بدي اصير اعمل.